السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو وانتوا طيبين. ورجعت لكم يا جدعان بفيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. طبعا يا رجالة مفاجأة 10,000 مشترك، طبعا يا رجالة كملوا الفيديو للآخر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الجديد شديد. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا كده في كل حاجه، مش عايزين اي حاجه تنسينا فضل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه يا رجاله احنا جبنا الغيط ملت الحمد لله رب العالمين، ما بقاش فيه باب فاضي. فطبعا هنشوف كل حاجه. يا ريت بقى بصوا انا النهارده يعني انا بشكر طبعا يا رجاله الناس اللي هي قابلتني في السوق الحمد لله رب العالمين. اكتر من 25 شخص يا جدعان الحمد لله رب العالمين وقفوا وسلموا، بس مش مع بعض يعني، على مراحل اليوم بتاع النهارده بتاع السوق. حب الناس ده كنز والله العظيم يا رجاله. عشان كده دايما اقول لك اعمل اللي يرضي ربنا، فربنا هيخلي الناس كلها ترضى عنك. المهم بقى يا رجاله طبعا احنا دلوقتي تدوسوا لايك، دوسوا بقى لايك بقى يا رجاله، عايز الفيديو ده يوصل بقى كده شويه، ندوس لايك ندوس اشتراك يعني خلاص الحمد لله رب العالمين. هو خلاص داخلين على 10,000 ناس، حاجات بسيطه بس انا قلت اعمل لكم مفاجاه ال 10,000 قبل رمضان. حد يقول لي انت عمال تقول لنا بقى في الفيديوهات اللي فاتت توقعوا مش عارف مفاجاه ال 10,000 هتكون ايه، توقعوا. احب اقول لك انا كنت ناوي اعمل لكم مفاجاه غير شراء الحمام، انا كده كنت هجيب حمام، بس المفاجاه دي هتتاخر شويه. حد يقول لي ليه؟ اقول لك انا يا باشا ليه. صل على النبي، انا كنت ناوي هقول لكم احرق لكم المفاجاه اللي كنت ناوي اعملها لكم. انا كنت ناوي هنقل اكتوبر تاني في بيت حلو، في بيت اوسع ما فيش الدوشه والكلام ده كله، بس حصل حبه ظروف كده بسبب مدرسه اخويا وبسبب يعني حبه حاجه كده عطلتنا شويه عن النقل، بس المفاجاه دي هتحصل. بس قلت بقى نعمل لكم حبه حمام حلوين، فتعالوا بقى دلوقتي من غير رغي كتير مع ان رغي كتير نشوف هنعمل ايه. طبعا يا رجاله الفضل الاول والاخر لربنا، الفضل الاول والاخر لربنا ثم لكم انتوا. طبعا يعني الحمد لله رب العالمين ما كنتش متوقع ان في يوم من الايام اوصل للمستوى اللي انا فيه دوت. 10,000 هي حاجه بسيطه، بس باذن الله بالنسبه لي والله العظيم حاجه كبيره قوي. فباذن الله ربنا هيوفقنا ان شاء الله ونوصل ل 100,000 ومليون، مش مفيش حاجه بعيده عن ربنا. المهم بقى يا رجاله مش عايزين نخش بقى في الكلام ده كده كله، انا جبت حبه قصوص حلوين، وجبت كام نتايه لكام دكر كانوا عندي، فبقول لكم من غير اي كتير تعالوا نشوف. طبعا دي يا رجاله اول نتايه جبناها، طبعا الدكرين الزرق قطيفه جبت لهم نتايتين، دي اول نتايه اهي تمام، دي اول طبعا الحمام بينهك بص يا رجاله من السوق والكلام ده كده كله تمام. طبعا دي اول نتايه بسم الله ما شاء الله عليها، بس النهجان ده انا مش عارف ممكن بردك يكون من السوق، من الدكر عمال يجري وراها طلع عينيها، كل حاجه هنعرفها، بس هي نتايه بسم الله ما شاء الله مستوى يعني متوسط وحلو تمام. معانا بقى يا رجاله دي تاني نتايه بسم الله ما شاء الله لتاني ازرق قطيفه بردك اهي، اللهم صل على النبي تمام اهي. بس هو الراجل خارط الجناح ده، طبعا هبقى انسله واظبطه. طبعا دي كده تاني نتايه بتاعت الازرق قطيفه راحت يا جدعان. تعالوا بقى نشوف ايه، ثانيه ده انا في نتايه، تعالوا بقى انا مش هقعد اقطع واعمل. بصوا دكر الباكستاني، دكر الباكستاني التاني، انا مش كان عندي دكرين باكستانيات كبار غير الزغاليل ده، جبت له نتايه برضه اهو، وكل ده هنشوفه في البيبان ان شاء الله. جبت له نتايه اهو شبهه بالظبط، بصوا الدكر اهو يا رجاله، الدكر اهو تمام. بس دول كده بقوا مقص. تاني حاجه بقى معانا يا رجاله قص سود كشاك، بس طبعا يا رجاله لو انت لسه ما دوستش لايك يا ريت تدوس لايك. وطبعا الفيديو ده مخصوص بالقصوص، والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون عن الزغاليل، الفيديو الجاي هيكون عن الزغاليل. طبعا انا جبت طرحه زغاليل قويه قوي برضك هنتفرج عليها. طبعا دولك قص امك سود سود كشك تمام، او اسود كشك تمام اهو. بس الدكر شكله كده في عقده ثابته تمام، بس هو الله اكبر عليهم قص حلوين، وتهيألي كان معاهم زغاليلهم بردك لما جبتهم تمام اهو. هم اطول شويه بس يعني على سعرهم، لو على سعرهم حلوين. اذكر الله تاني قص معانا الله اكبر. بص يا رجاله حاجات اللهم صل على النبي اهي، ثانيه بس ايه، الله اكبر، حاجات حلويات بسم الله ما شاء الله، قص بوزات يا جدعان يعني اللهم صل على النبي عليه تمام اهو، الله اكبر عليهم تمام اهو بسم الله ما شاء الله، امامير قوي تمام يا رجاله. ده الدكر، دي النتايه امك بسم الله ما شاء الله اهو،
طبعا اللهم صل على النبي يا رجاله. قص حلويات امك تمام، قص روحنا اللهم صل على النبي عليهم. مش عارف امسكهم، الله اكبر عليهم الاثنين صحتهم حلوه، فمطلعين عين اللي جابوني. امك يا رجاله بسم الله ما شاء الله. طبعا دي النتايه زي ما هو باين اهو تمام، وده الدكر. قص حلويات الله اكبر، قص روحنا بسم الله ما شاء الله. طوب واحد، النتايه نفس فنيار الدكر، بصوا النتايه نفس فنيار الدكر تمام. طبعا روحنا زي ما انتم عارفين عيلتها بتبقى النتايه الفنيار بتاعها يعني مش باين زي الدكر، بس هو الدكر فنيار برضك مش قد كده، بس قص حلوين الله اكبر. مش عارف امسكهم لكم، طبعا خليكم معايا عشان الفيديو دوت هنشوف برضك الحرام ده كله في البيبان. المهم دوست لايك ولا لسه؟ اتفرج بقى على القص اللي جاي، حاجه الله اكبر عليها. اذكر الله بسم الله ما شاء الله، انا الحمام بسم الله ما شاء الله عافيه يا رجاله. قص مساويد امك الله اكبر، حاجه بسم الله ما شاء الله طول. بص يا رجاله الفرد قد ايه، هي القمر مش مبين اه، الدكر فيه حبه عيوب كده، حبه بص ريش من هنا وفي الجناحات، بس بصوا عظمهم عامل ازاي. بص العظم يا رجاله اه، حاجات متوسطه، حاجات متوسطه، بس بردك بسم الله ما شاء الله حاجات حلوه، مش حاجات وحشه يعني، ولا هي تحت قوي ولا فوق قوي. وبصوا بقى يا رجاله تعالوا نشوف الحمام ده كله في البيبان، عشان كده احنا مش هنعرف يعني كل شويه ايه رايحين جايين بيهم تمام. بصوا بقى كده يا رجاله هناخدهم واحده واحده، ناخد الاصوص بقى كلها اللي عندنا دلوقتي تمام. طبعا دول احنا عارفينهم، دول بتوعي تمام، دول بتوعي. طبعا دول يا رجاله برضك انتوا شفتهم في الفيديو اللي فات، برضك دول بتوعي تمام. تعالوا بقى نخش ايه على الجديد، القص البوازات امك يا رجاله اللهم صل على النبي عليهم. الدكر اهو قصادنا اهو زي ما احنا شايفين زايف، قص الله اكبر عليهم. برضك قول لي رايكم يا جدعان في الحمام ده في التعليقات، ولو انت وصلت لغايه هنا برضك قول لي انت وصلت لغايه الاخر الفيديو او لغايه هنا ولا لا. الموضوع ده بيهمنا يا جدعان، بشوفكم مهتمين بالمحتوى ولا لا. بسم الله ما شاء الله عليهم اهو، قص الله اكبر تمام. طبعا النتايه هي اللي جوه اللي احنا جبناها للباكستاني ده تمام. طبعا ان شاء الله عشان نعمل حبه حمام فرخ حلوين. طبعا ما انتظروا برضك الفيديو الجاي يا رجاله، هيكون فيديو عن اللهم صل على النبي عن ايه؟ عن الزغاليل. طبعا جبت لكم طريح الزغاليل الله اكبر. دولك السود كشك امك الله اكبر تمام؟ دولك السود كشك، حاجه برضك بسم الله ما شاء الله، برضك حمام متوسط تمام؟ تعالوا بقى نشوف ال، بصوا الدقه يا رجاله لسه الحمام جاي له النهارده، النتايه ما بتنهكش اهي تمام. هي ممكن عشان ماسكتها والكلام ده كله او خايفه برضك. بصوا الدكر سخنان، دكر الله اكبر اطول طبعا من النتايه زي ما احنا شايفين، دكر مستوى الله الدكر بتاعي تمام. وبص ده لو برضك الدكر قعد لها ازاي في الطاجن. دولك تاني قص امك، ايه يابا انت وانت اللي قعد لها ولا ايه تمام. تاني قص اهو. طبعا يا رجاله الحمام ده كده كله، الحمام ده كده كله طبعا لسه هنفرش له طاجن لسه بقى ان شاء الله. انتظروا فيديوهات كتير قوي جايه. ايه سيب يلا سيب ياض سيب ياض، ماشي خليك بقى في نتايتك بقى، انا جبت لك نتايه وابعد عني انا، روح كسر فيها هي. بسم الله ما شاء الله يا رجاله، دي طبعا النتايه اللي في وشنا اهي، وده الدكر عظم مبلح تمام. اه مستواه متوسط بس حلوين برضه يا رجاله الله اكبر، يعني ربنا يرزقنا بس من وراهم كده بزغلولين حلوين، هيبقوا حاجه جميله قوي ان شاء الله. امك تمام. برضك دول قص الحلويات اللي قلت لكم عليهم، النتايه اهي طبعا، والدكر اهو اللهم صل على النبي برضه. مش عارف التليفون عمال يعمل فوكس، بس يلا امك يا جدعان الله اكبر تمام. وهنا بقى ايه دوك ما لقيتلوش نتايه حلوه، ده طالع دكر برضك ما لقيتلوش نتايه حلوه. وده بقى بصوا بقى اضحككم اضحككم عشان تعرفوا ان مفيش حد ما بيغلطش، ده الدكر العبسي بتاعي تمام. ده انا قلبته في السوق، ده انا قلبته في السوق، تقول نتايه وشكله كان مدي نتايه ومش عارف ايه، ويعني بص الله اكبر ده كنت جايبه على السنه نتايه ليه. بصوا بقى اللي هيحصل دلوقتي، تعالى بصوا بصوا بيعمل ايه، طلع دكر مفيش حد ما بيغلطش، ودكر زايف يعني اكتر من الدكر بتاعي، مفيش حد يا جدعان ما بيغلطش. فالحمد لله خير، دكر هو دكر جميل الله اكبر،
فهنبقى نجيب له انت هنجيب نتايتين ان شاء الله، طبعا اتنين من الكرة هنجيب نتايتين وان شاء الله نفرخ الاثنين. طبعا ده اكبر ده كنت هجيب له نتايه بس ما لقيتلوش نتايه اسكندرانيه حلوه. وهي دي يا رجاله كده نهايه الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم ان شاء الله. وبرضك قولي في الكومنتات لو انت كملت الفيديو للاخر، قولي برضك في الكومنت، انا بهتم بالموضوع ده يا رجاله، اشوفكم مهتمين بالمحتوى ولا لا. ولو عايزكم برضك تقولولي يعني ايه رايكم في الحمام اللي انا جبته، مستوياته عامله ازاي. وان شاء الله ان شاء الله انا عارف ان عشان كلكم هتقولوا عايزين تعرفوا الاسعار، هيبقى في فيديو ان شاء الله عن اسعار الاسوس واسعار الزغاليل لما نشوفها، فعشان برضك الفيديو ما يطولش بينا ان شاء الله. انتظروا الفيديو الجاي، انتظروا الفيديو الجاي هيكون عن الزغاليل، جبتوا برضك طريحة زغاليل حلوه قوي باذن الله هتعجبكم، وهنشوف عملنا ايه. وكمان يا رجاله جبت كام حاجات كده اكسسوارات وحاجات برضك هنعملها في الغيه ودبل ودي بص، وحاجات برضك هتشوفوا حاجات الفتره الجايه حلوه قوي. فلو انت لسه ما دوستش لايك دوس لايك، ولو ما دوستش اشتراك دوس اشتراك عشان الجاي اللي جاي ان شاء الله جديد. فكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.